الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. سينا، أرض الرسالات والديانات، أرض الفيروز، كلها خيرات وكنوز ارتوت بدم ولادنا. يوم النصر والفرحة عمت كل مصر. يوم 25 إبريل، يوم ما ترفع على أرضها من تاني علم مصر. الخامس والعشرون من إبريل، عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء. احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة. كانوا رجال واخدين على روحهم عهد ان المستحيل لازم في يوم يتهد، وبعدها ايدينا بالسلام تتمد. ورجعت يا سينا كامله لينا، يا ورث اجدادنا واهالينا. نحلف بعهد الله، زي ما حررناكي هنعمرك بايدينا. الخامس والعشرون من إبريل، عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء.